مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى مع فقرة جديدة من درس باراليلوغرام متوازي الأضلاع، ودائما في الفقرة الثالثة كومون ريكونيتر ان باراليلوغرام، يعني كيف يمكننا نتعرف على متوازي الأضلاع. في الحصة السابقة درنا لا بروبريتي 1 كي لا بروبريتي ريسيبروك، يعني درنا لي بروبريتي 1 بروبريتي ريسيبروك، يعني درنا بروبريتي 1 2 3 4 لي سون دي بروبريتي كي سون ديريكت، يعني خاصيات مباشرة. دابا درنا الخاصية العكسية رقم 1، إذا نذكروا بها، قلنا سي لي دياغونال دان كوادريلاتير اون ميم ميليو الوغ سي ان باراليلوغرام، يعني إذا كانوا عندنا القطرين ديال واحد الرباعي عندهم نفس المنتصف، فهذا الرباعي فهو متوازي الأضلاع. إذا قلنا فهذه الخاصية فهي خاصية مهمة جدا، وسنحتاجها في البرهان فيما بعد وكذلك في الإنشاءات. نمشي الآن للخاصية الثانية الغير مباشرة، لا دوزيام بروبريتي ريسيبروك. قبل ذلك نذكروا لا بروبريتي رقم 2، لا بروبريتي لا دوزيام بروبريتي qu'on avait déjà dans la deuxième partie concernant les côtés opposés. Et donc, si on a A, B, C, D, on a choisi la barre. Si on a A, B, C, D, on a choisi la barre. فقلنا كل درعين متقابلين فهما متقايسين. Si A, B, C, D est un parallélogramme, alors les côtés opposés ont la même longueur. يعني فهاد الدرع في يساوي الدرع وهاد الدرع يساوي الدرع. دابا غنشوفوا لا بروبريتي ريسيبروك ديال هاد الخاصية هادي. دابا غادي نحاول نرسمو un quadrilatère tel que AB égale à TC et AD égale à BC. Et on va ثم غادي نحاول نشوفو واش هذا الرباعي هذا متوازي الأضلاع أم لا، وبعد ذلك نستخلص الخاصية الثانية لا دوزيام بروبريتي ريسيبروك. نعم، إذن غادي نحاول نشوفو هاد A, B, C, D est un quadrilatère tel que AB égale à CD et AD égale à BC. Et donc, on veut construire un quadrilatère ABCD tel que AB égale à CD et AD égale à BC. Et donc, on va essayer de construire un quadrilatère. Et donc, on va essayer de construire un quadrilatère. غادي نشأ A B ثم نشأ A D. نعم، إذا نشأنا الآن on a construit deux côtés A B et A D. Maintenant on va construire un côté C D de même longueur qu'AP, et un côté AD, ou bien BC, de même longueur que AD. Et donc, pour que nous puissions choisir les deux côtés, nous allons utiliser le birkar, le compas. Et donc, nous allons utiliser le compas pour que nous puissions choisir la ligne. Et donc, nous allons choisir. Alors, avant de dire, nous allons utiliser le point C, c'est-à-dire qu'il faut savoir si vous êtes en haut ou si vous êtes en bas. Et donc, nous allons utiliser ici, فالنقطة C خصها تكون عندنا في هذه الجهة هنايا. إذا النقطة C غادي تكون عندنا هنايا في الأسفل، باش ما يكونش عندنا أن كوادريلاتير كروازي. إذا هنا يمكننا نزيد واحد الشرط، أ بي سي دي أن كوادريلاتير نون كروازي. نون كروازي، لأن راه يمكننا ننشأو النقطة C هنايا، وبالتالي غيكون عندنا un quadrilatère qui est croisé. On va dire que le rabat est choisi là-dedans. Et donc, la note C va se trouver dans ce domaine. Elle va se trouver dans le G. Elle va se trouver dans le G.
إذن فغادي ننشئ هاد، نقيس هاد الدال قطعة بي، شوف شحال فيها باستعمال البركة، ثم نهز البركة باستعمال هاد المسافة، هاد الفتحة اللي كاينة عندنا هادي، ثم نوضع السين ديال البركة على النقطة دي، ثم نرسم قوس. بعد ذلك بنفس الطريقة نحاول نقيس هاد المسافة هادي ا تي، ثم نهز البركة ونحتفظ بنفس الفتحة ونوضع السين ديال البركة على النقطة بي ونرسم القوس الثاني. إذا وهكذا يعني فسنحصل على هذه النقطة اللي هي النقطة سي. إذا نحاول الآن نكملوا هذا الرباعي هذا. نعم، إذا الآن حصلنا على هذا الرباعي. إذا عندنا الضلع تقايس الضلع، وعندنا الضلع تقايس الضلع. الآن غنشوفوا هذا الرباعي هذا واش هو متوازي الأضلاع أم لا. إذا باش يمكن نعرف هذا الرباعي واش هو متوازي الأضلاع أو لا، إذا يمكن نعتمد على التعريف كما درنا سابقا، ولا يمكن لي الآن نعتمد على الخاصية رقم واحد ريسيبروك، لا بروبريتي 1 ريسيبروك. غادي نحاول نشوف هاد القطرين هادو واش عندهم نفس المنتصف. إذا لي ديابونال، اسكو لي ديابونال أو ميم ميليو. إذا نحاول نعتمد على هاد الخاصية هادي، غادي نرسم لي ديابونال ونشوف واش عندهم ميم ميليو ولا لا. إذا لقيت لي ديابونال عندهم ميم ميليو، يعني هاد الرباعي راه متوازي الأضلاع. نعم، إذا الآن رسمنا قطرين، ونا كونستروي لي ديابونال. دابا غنحاولو نشوفو واش هاد القطرين هادو عندهم نفس المنتصف أم لا، نتأكدو باستعمال البركة. إذا غادي نشوف هنايا عندي هاد القطعة هادي. نعم، إذا فعندنا هنايا نفس المنتصف. إذا بالنسبة لهاد النقطة هادي فهي المنتصف ديال القطعة بي دي. نشوف الآن القطعة أسي، واش هاد النقطة هادي هي المنتصف ديال القطعة أسي؟ نعم، إذا تلاحظ أن هاد النقطة هادي فهي المنتصف ديال القطعة أسي. إذا فهاد لو بوان إي هو المنتصف ديال القطعة أسي والمنتصف ديال القطعة بدي، وبالتالي فهذا الرباعي فهو متوازي الأضلاع. دونك سو كوادريلاتير إي أن باراليلوغرام. إذا الآن يمكن نستخلصوا واحد الخاصية اللي هي خاصية كذلك مهمة في متوازي الأضلاع. إذا سي أون أن كوادريلاتير non croisé tel que les deux côtés opposés sont en le même longueur 2 à 2, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Il a qu'un indi واحد رباعي non croisé بحيث كل ضلعين متقابلين متقايصين، فهذا الرباعي هذا فهو متوازي الأضلاع. نعم، إذا بروبريتي 2 بروبريتي ريسيبروك 2 سي لي كوتي اوبوزي دان كوادريلاتير نون كروازي اون لو ميم لونغور 2 ا 2 alors c'est un parallélogramme. يعني إذا كان عندنا في واحد الرباعي غير متقاطع كل ضلعين متقابلين متقايصين، فهذا الرباعي فهو متوازي الأضلاع. أوتخومون دي، يعني بطريقة أخرى، هذه الخاصية هذه بروبريتي دو بطريقة أخرى، سي ا بي إيكال دي سي إي ا دي إيكال بي سي إي لو كوادريلاتير إي نون كروازي، ألور ا بي سي دي إي أن باراليلوغرام.
يعني إذا كان عندي في كل في واحد الرباعي نون كروازي كل ضلعين متقابلين متقايسين فهذا الرباعي هذا فهو متوازي هذا لاستين باريلوغرام. إذا كان عندي مثلا في هذا الرباعي هذا عندي هاد الضلع قيس هاد الضلع وهاد الضلع قيس هاد الضلع فهذا الرباعي هذا فهو متوازي الأضلاع. إذا فهاد الخاصية هذه فهي خاصية مهمة جدا كذلك نستعملها في البرهان ونستعملها كذلك في الإنشاءات وتستعمل أكثر هذه الخاصية في الإنشاء ديال المتوازي الأضلاع. يعني باش ننشئ متوازي الأضلاع فغالبا نعتمد على هذه الخاصية يعني سنعتمد على كل ضلعين متقابلين فهما متقايسين. On passe maintenant aux exemples. Est-ce que ABCD est un parallélogramme dans les cas suivants? يعني واش هذا الرباعي هذا هو متوازي الأضلاع في هذه الحالات التالية. الآن نحاول نديرو التطبيق ديال لا بروبريتي ريسيبروك دو. إذا نشوفو الحالة الأولى عندنا AB إيكال 3 سنتيمتر DC إيكال 3 سنتيمتر AD إيكال 2 BC إيكال 2. إذا هنا تلاحظوا فكل ضلعين متقابلين فهما متقايسين. لي دو كوتي اوبوزي سون اون لو ميم لونغور دو زاد. إذا فهذا الرباعي هذا فهو متوازي الأضلاع. إذا ABCD est un parallélogramme. الحالة الثانية عندنا AB و DC عندهم نفس العلامة بمعنى فهما متقايسين عندهم نفس الكود بمعنى فهما متقايسين ميم لونغور. وعندنا AD إيكال 2 سنتيمتر BC إيكال 1.5 سنتيمتر. Est-ce qu'il est un parallélogramme? Non, il n'est pas un parallélogramme car les deux côtés AD et BC n'ont pas même longueur. On va dire une justification pourquoi il n'est pas un parallélogramme car les deux côtés AD et BC n'ont pas même longueur. Pourquoi il est un parallélogramme? Car les côtés opposés ont la même longueur, ou bien AB égale à DC et AD égale à BC. نمشيو للحالة الثالثة. إذا عندنا هنايا AB égale à 1.5 cm CD égale à 1.5 cm ثم عندنا هنا مثلا سمينا هذه النقطة O. عندنا هنا OC و OD عندهم نفس العلامة و OA و OB عندهم نفس العلامة. إذا بمعنى أن هذه المسافة AD والمسافة بي سي فهما متساويتان. إذا فهاد AD و BC ان ميم لونغور. إذا هنا عندنا AB و CD عندهم ميم لونغور وعندنا AD و BC عندهم ميم لونغور. إذا إسك إلي أن باريلوغرام؟ نو إل ني با أن باريلوغرام. بوركوا؟ باسكو إلي سي أن كوادريلاتير كروازي. إذا حنا قلنا خاص يكون لو كوادريلاتير نون كروازي. خاص يكون لو كوادريلاتير نون كروازي. إذا هذا سو ني با أن باريلوغرام. إذا ABCD ني با أن باريلوغرام. إذا ABCD ني با أن باريلوغرام. إذا كملنا على الجزء الثاني ديال الباريلوغرام كملنا هنايا. نمشيو للحالة الرابعة. إذا عندنا AB et DC même codage, AD BC même codage. إذا فهذا الرباعي هذا فهو متوازي الأضلاع. علاش؟ لأن كل ضلعين متقابلين فهما متقايسين. ABCD أتمنى من مشاهدينا الأعزاء أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة وإلى اللقاء إلى فرصة قادمة إن شاء الله.